أمانة الصندوق بتدورها كل ما يتعلق بإيرادات ومصروفات النقابة. دورها إنها تعمل على تعظيم الإيرادات من خلال تحصيل هذه الإيرادات سواء من الاشتراكات أو سواء من أتعاب المحاماة، دمغة المحاماة، متابعة التحصيل، كمان إيرادات النوادي التابعة للنقابة في مختلف المحافظات. كثير من كل ما يتعلق بالمصروفات والإيرادات احنا كنقابة كإدارة صندوق احنا مختصين به. بالنسبة للتواجد أعضاء الصندوق أستاذ السيد عبد الغني أمين الصندوق وعبد الهيد أهو، إحنا بنتواجد نسبة 90% من أيام الأسبوع، كل غالباً يعني غالباً بيبقى أنا والأستاذ السيد موجودين من أول يوم لحد آخر الأسبوع إلا قليلاً من الوقت، لكن دائماً ما بيبقى موجود واحد على الأقل من أعضاء الصندوق داخل نقابة المحامين. طبعا بنرجع في كل الحالات بيبقى في دايما حوار واتصال مع الأستاذ النقيب العام ومع هيئة المكتب ومع مجلس النقابة، يعني مفيش إدارة بتتصرف لوحدها، احنا مش جزر معزولة، احنا لابد من حالة التوافق والتناغم والعرض مع بعضنا البعض عشان نوصل لصيغ. يعني النهاردة كنا بنتناقش في توريد بعض المواد للنقابة، حصل انه الجهة الموردة عندها مشكلات في ارتفاع السعر، عرضنا حصل حوار بيننا وبين النقيب، ولابد من انه لجنة الصندوق تقدم تقريرها لهيئة المكتب للموافقة على اي تعديل في سعر في الأسعار اللي احنا بنشتري بيها. الخطط اللي احنا بننتوي إن شاء الله تنفيذها في المرحلة القادمة والمرحلة السابقة. في المرحلة السابقة مرت نقابة المحامين بأزمة فيروس كورونا وهي أزمة عالمية، حاولت نقابة المحامين بقدر المستطاع وقدر الإمكانيات المتاحة أن تزيل جزء كبير من آثار المترتبة على هذا الوباء. استطاعت نقابة المحامين أن تعالج جميع المحامين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس، واستطاعت أن تتفق مع الكثير من المستشفيات من أجل علاج السادة المحامين في حدود المتاح وحدود الممكن. النقابة بتعالج مرضى الكورونا في حدود اللائحة المنصوص عليها والتي لا تتجاوز 30,000 جنيه. في حالة ما إذا كان المحامي قد أصيب فيروس كورونا وتم حجزه داخل مستشفيات وتكبد مصاريف أدوية، يتم صرف تلك الأدوية من نقابة المحامين. محامي الذي دخل مستشفيات خاصة، النقابة بتساهم بالحد الأقصى المقرر للعلاج وهو حدود 30,000 جنيه في خلال تلك الفترة.
عندنا تصورات في أمانة الصندوق لسه يعني في تصورات أكتر من تصور لزيادة موارد النقابة في بعض المشكلات في دمغة المحاماة وفقا للنظام الآلي اللي اتعملت بيه. دمغة المحاماة الحقيقة فيها كما كانت دمغة المحاماة في الماضي تزور، وعملنا أكثر من وسيلة في الدورات السابقة لمنع التزوير حتى انتهى الأمر بإسنادها إلى وزارة الإنتاج الحربي. كمان الدمغة اللي بتطلع الآن فيها اكتشفنا التزوير أو كثير من التزوير فيها، فإحنا بنتكلم مع مجلس النقابة ومع الأستاذ النقيب في أهمية وضع ضبط، أهمية ضبط الموضوع مسألة الدمغة وعدم تزوير وضمان عدم تزويرها. بالنسبة للمعاشات وحالات المعاشات المتدنية التي لم تبلغ حتى الآن الحد الذي يرضي المحامين أو أسر المحامين المتوفين، في معاشات من فترة طويلة أصبحت لا تكفي للوفاء بمتطلبات الأسر. فصندوق نقابة المحامين بيقدم إعانات مؤقتة على دفعات للأسر من أجل أن يقلل أو يخفف من آثار تلك المعاشات البسيطة القليلة التي لا تفي للأسر باحتياجاتها. بالنسبة للعلاج، النقابة بتساهم بقدر اللائحة وقدر المنصوص عليه، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى نظرة واستثناءات من أجل إنهاء أو من أجل إزالة الآثار المترتبة على تكلفة العلاج الباهظة. من هذا المنطلق فالصندوق ينظر بعين الاعتبار إلى تلك التكلفة العالية. بالنسبة للمعاشات، كثير من الزملاء يتساءل على إجراءات صرف المعاش. إجراءات صرف المعاش، أولاً نتحدث عن استحقاق المعاش. استحقاق المعاش بيتم في ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة الوفاة، الحالة الثانية حالة العجز الكلي، الحالة الثالثة حالة الخروج على المعاش إرادياً من خلال التقدم إلى طلب. بالنسبة للبالغ 60 سنة، الذي يبلغ 60 سنة من حقه أن يتقدم بطلب من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر لإدارة المعاشات لكي يسوي فترة اشتغاله ويتم إحالته إلى المعاش. دي بالنسبة لحالات استحقاق المعاش. إجراءات صرف المعاش، المحامي يتقدم أو أسرة المحامي تتقدم بأوراق، يعني في حالة الوفاة تتقدم أسرة المحامي المتوفى إلى رحمة الله إلى إدارة المعاشات بالأوراق المطلوبة، وهي عبارة عن إعلام وراثة شرعي، صورة قرار وصايا إن كان للمحامي المتوفى قصر، شهادة ميلاد الأبناء وموقفهم الدراسي، بالإضافة إلى أدلة اشتغاله بمهنة المحاماة خلال فترة اشتغاله بالمهنة من تاريخ قيده وحتى تاريخ وفاته. يتم احتساب المدة ويقدر حالياً تقدر مبلغ 75 جنيه عن العام الواحد في حدود ما لا يزيد عن 3000 جنيه ولا يقل الحد الأدنى عن 1000 جنيه. يعني المحامي الذي توفاه الله شاباً ولم يبلغ 10 سنوات من العمل أو حتى لم يبلغ
أكثر من سنة عمل بمهنة المحاماة يتقاضى مبلغ 1000 جنيه لأسرته تستمر بالإضافة إلى الزيادة 5% المقررة في قانون المحاماة المعدة. بالنسبة لكيفية التسوية، طبعا احنا قلنا ان التسوية تبقى من خلال تقديم الأوراق إلى إدارة المعاشات وفحص الملف وإرساله إلى المراجعة لاستصدار الشيكات والاستحقاقات، ثم بعد ذلك يتم شهريا إيداع قيمة معاش المحامي لأسرته في البنك الذي رغبت أسرته في أن تتعامل معه، سواء بنك مصر أو بنك القاهرة أو بنك الأهلي، دي البنوك المتعامل معها من خلال نقابة المحامين. الزميل الذي يبلغ من العمر 60 عاما يتقدم بإجراءات بطلب للسيد النقيب من تاريخ 1 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر من العام، يقدم فيه طلب يطلب فيه إحالته إلى المعاش، ويقدم أوراق اشتغاله مهنة المحاماة والأوراق المطلوبة في تلك المدة. بيتم في هذه الحالة فحص هذا الملف ويقرر له صرف معاش من 1/1 السنة التالية، ويستمر إلى أن يشاء الله. أهمها الاشتراكات، الشركات القيد، شركات العلاج، دمغة المحاماة، أتعاب المحاماة، هي دي أهم الموارد. كمان عندنا موارد الودائع بتاعة النقابة، عندنا موارد من المشروعات والاستثمارات اللي النقابة، المشروعات الاستثمارية اللي النقابة مشاركة فيها، المفروض إن دي بتجيب موارد. النوادي بتاعت النقابة المختلفة المفروض إنها تجيب موارد. بالنسبة للإدارات الخاصة بالصندوق، هناك إدارة الحسابات وهناك إدارة المراجعة، بالإضافة إلى إدارة المعاشات، إدارة المشتريات. كل هذه الأمور مرتبطة ارتباط وثيق بصندوق نقابة المحامين.